كابتن علاء، انت واحد من الناس اللي كابتن جوهري كان بيحبه جدا، انت وكابتن فتحي مبروك لانه شرفنا، وقعد يتكلم عن كابتن جوهري برضو كتير قوي كده زيك. بس هو في لقائه معانا كان كان بيتكلم عن مدى ثقة كابتن جوهري فيه رحمة الله عليه، وكان ساعات يعني كابتن فتحي يقول له على حاجة وياخد بيها فعلا. كابتن علاء نبيل برضو، هل كان في الوقت ده طبعا يعني كان كابتن جوهري ممكن يقول حاجة فكابتن علاء يقول له حاجة تانية فياخد بالاقتراح بتاع كابتن علاء، وانت حضرتك كنت من الجهاز معاهم وكان بيحبك جدا يعني؟ اقول لك حدوتة صغيرة كده. قول. كنا بنلعب لبنان، منتخب الاردن بنلعب لبنان في لبنان، نكسب في لبنان نتأهل لآسيا لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية. فبدأ الضغط علينا هاني. ده قبل الماتش لا، بدأ الضغط علينا في آخر تلت ساعة. في الماتش نفسه. كنا كسبانين 1-0. طبعا آخر تلت ساعة طبيعي. يعني بدأ الضغط علينا أوي. كابتن جوهري بدأ يتشد، فرحت قايل له كابتن نشيل دلوقتي فلان وننزل، كان في لعيب سريع قوي اسمه انس زبون، ننزل انس في الجنب اليمين وبندي علامه اي كره تتحط في الجنب ده انس بسرعته هيروح يجيبها. قال لي اعمل اللي تعمله. قال لك كده؟ اعمل اللي تعمله. المهم عملنا التغيير، مفيش 7 دقايق نص الملعب تك، انس جاب الجون الثاني، خلص المباراه. سمو الامير علي كان من العمال للبنان ساعه وربع ساعه ونص بالعربيه يعني. وصلنا الاوتيل وبتاعه، يا دوبك لقينا الامير علي داخل علينا من الفرحه يعني. فبيقول له كابتن جوهري، الكابتن محمود كان بيقول له كابتن محمود، التغيير اللي انت عملته ده تغيير يعني كبير قوي، هو اللي غير مجرى المباراه. وكان رد قال لي ايه بقى؟ ايه؟ قال له علاء هو اللي عمل التغيير ده. بوريكي المدير الفني الكبير اللي واثق في نفسه واثق. مفيش حد ممكن يقول له، ممكن جدا اي حد تاني. انا بقول اصل انا لقيت هاني جايب زود 90 فرحت بنزل له مش عارف علاء بزود 100 واخد بالك. فوريكي مدرب كبير بقدر كابتن محمود الجوهري اللي هو يقول اسمه. حتى بعد ما قلت له كابتن ليه اللي تقول احنا كلنا في جهاز واحد وانت كبرنا؟ قال لي لا، عشان يعرفوا انا جايب مين معايا. حاجة محترمة جدا جدا. ومش ده رد على السؤال حضرتك بتقولي اللي هو بيثق فيه علاء نبيل. بس احنا انا بفتكر كابتن المكسيك يمكن كانت، انا شايف ان احنا عملنا بطولة لحد ما، لكن طبعا مباراة السعودية اللي كان فيها مشكلة، حصل حوار او مشكلة بالنسبة لعلاقات داخل الجهاز في رحله المكسيك دي بالذات. كان في احنا كنا لعيبه كنا حاسين ان في مشكله ما، يعني في مشكله ان احنا يمكن رحنا بدري شويه. انت فاكر ان احنا رحنا قبلها؟ كانت فتره زهق قبلها بشهر تقريبا يا كابتن، عشان نتاقلم مع الجو وعلى فحسينا ان الفتره عشان رحنا بدري شويه بدات الامور يبقى اللعيبه تزهق والجهاز يزهق وده يعني هي من دي من اسوا فترات منتخب مصر مع كابتن محمود الجوهري، سواء اللعيبه كانت حصلت مشاكل صغيره بالظبط، والجهاز برضو حصل بقى فيه تاتشات ما بين احد افراد الجهاز واللعيبه، فبدانا لا، حتى كابتن قال لي لا في حاجه مش مظبوطه. هو بقى كان بتفائل وتشائم قوي كابتن جوهري. والله كان من الناس دي كابتن جوهري اللي بتتفائل وتتشائم. كان بيتشائم من ايه؟ لا الاكل بجد للدرجه دي؟ يعني لدرجه هو كابتن جوهري عنده طقوس كده يعني، فهو حابب لو احنا اتغدينا مثلا مكرونه والماتش مشي كويس فنخلي الغداء، يعني يا ريت الغداء يبقى مكرونه. بجد والله؟ في حاجات كده. انا بتشائم من احد المطربين بدون ذكر اسامي، بتشائم منه حضرتك؟ جدا. ليه بقى؟ عشان لما بيغني بص حضرتك اسمعه لو انا خرجت العربيه دايره ولقيته في الراديو ممكن العربيه تخبط وهي واقفه. بجد والله؟ لا فظيع معايا. فبدون ذكر اسماء بقى هتقول لي بعد ما نخلص؟ لا بلاش ذكر الاسماء. والله لو قلته لك هيحصل لي حاجه وحشه. بلاش يا ساتر، اكتبه لي فاكر ماتش الجزائر اللي كان في اسوان قبل بوركينا فاسو اللي اتغلبنا فيه؟ كان اعداد قبل بوركينا فاسو اللي كان لعبناه في اسوان. لعبت انا الماتش ده ولا كنت كنت موجود؟ لا مش فاتغلبنا فيه. فايه احنا كنا قبليها بيوم
عازمنا في النايل سيتي في ايوه الرحله النيليه فواحد واقف ورانا بالكمانجه عمال يعوق يا عم ارحمنا وعمال يغني يا عم ابعد عننا او غني اي حاجه تانية ما فيش. تاني يوم اتغلبت فقلت له يا كابتن ربنا يستر من النهارده. فالمهم ايه اتغلبنا ورا عاملين اجتماع بتاعك كمان عزف او غني له يا عم الله يهديك يعني ايه غني حاجه ثانيه غني حاجه ثانيه او ابعد من هنا روح غني للعيبه ما فيش. المهم بقى جمعنا وبتاع وكشر ومش عارف انتوا عارفين اتغلبتوا ليه ومش عارف ايه. المهم كلنا اتشدينا قال لك عشان سمعنا فلان الفلاني. لا والله راح ضحك. اه والله بس كان بيهزر يعني لا هو يعني اكيد مش دي الاسباب الحقيقيه هو قلبها يعني هو قلبها يعني بس هو بعد كده لا خد باله ده ما اشتغلش خالص يعني. لا بس الكابتن كنت يعني الكابتن جوهري كان بيحب شغله لدرجه الجنون وانا عارف ان ساعات بتبقى فيه انت بقى بتحسها كمدرب عام او مدرب مساعد امتى اكلم الكابتن جوهري وامتى لو في معلومه او في حاجه ما اقدرش اتكلمه دلوقتي. خلينا نتكلم على العلاقه دي كانت ماشيه زي مساعدين الكابتن جوهري كانت العلاقه ماشيه بيه ازاي يعني؟ العلاقه طبعا كابتن جوهري كان الناس تقول عليه دكتاتور لا كابتن جوهري كان بيستمع كويس قوي بدليل الموقف اللي حضرتك قلته لا كان بيستمع فعلا يعني كان دايما كابتن جوهري اللي بيتقال ان هو ما بيسمعش لحد يعني. ومثلا في مثال مباراه المغرب فاكر احنا عملناها هنا كويس قوي دي فاكر وغيرنا لك البوزيشن بتاعك يوم المباراه لعبت ساعتها كنت لعبت في وسط الملعب بتاع اللي هو طارق السعيد رأس الجون وحطها في شكل مباراه فاكر انت المباراه دي من احلى المباريات انت عملتها فغيرنا له البوزيشن بتاعه الفجر قال لي كذا 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 بس قبليها قال لي انت نمت له لا قال لي طب ايه رايك نعمل كذا كذا قلت له كده كويس قوي اتاري هو حاطط واحد زياده احتياطي مش احتياطي لا حاطط 12 واحد حاطط 12 بقى في لما كل جنب وانا قلت ايه ده يا كابتن ده قال طب بس عايزين نشيل واحد من دول هو الكابتن جوهري والكابتن علاء بيحكي له بص انا عملت خطه 100% فالكابتن قال له ده كده 100% قال له بس عندي مشكله قال له ايه قال له انا حاطط 12 واحد واحنا المفروض نلعب ب 11 هو دايما بيحب يقفل يعني فلا كان زي ما كابتن بيقول حقيقه الشنطه دي في افخم مناطق فيك في العالم محطوطه يا دوبك 10 دقائق ربع ساعه نستمتع بالمكان والشنطه تطلع والورق يتفرد ونعمل ونسوي ونكلم فلان ونعمل فلان وفلان ونكلمه عمل ايه وكان يمكن هاني يعرف كويس قوي كان الكابتن متابعه في مبارياته في المانيا ازاي يقول لي نص ساعه وهاني خلص الماتش نص ساعه بعديها نكلمه نشوف ونبارك له او مثلا لو المباراه خسرها يعمل كذا لا بص واحد بيحب شغله كابتن علاء ده بيحصل بحقيقة. دلوقتي لا نغير الموضوع لا خالص ولو النتيجه هنا بتحكم مفيش حاجه بقى هنا اسمها اتصال مفيش الاوبشن ده خالص مفيش المدرب اللي هو بيقضي حياته او وقته كله لعمله لا خالص. هو كابتن علاء يعني كابتن جوهري احنا عارفين كان يعني خلي بالك يفرق برضه سمو كابتن علاء بيفرق الزمن السوشيال ميديا دلوقتي مختلفه الماتشات يمكن الماتشات بتاعت اوروبا دلوقتي بتتذاع على كل القنوات فالمتابعه بقت اسهل شويه انا على فكره لا مش بتكلم كابتن هاني حته انه يكلمك او يراقب لا لا هو بيتكلم على الاخلاص انا بتكلم على الاخلاص بتكلم على دي انا بتكلم اخلاص في العمل ده قليل جدا تلاقي نموذج كابتن جوهري ده قليل جدا لان كابتن جوهري ما عندناش حاجه تلاقي بيتكلم في كوره ما لو كابتن جوهري ما بيشتغلش في الكوره تلاقي بيتكلم في كوره مره عزمنا انا وحسام في القطاميه عند خالد فقلنا بقى هنتغدى بقى ونقعد نتكلم اتكلمنا ما هو دي حياته هي حياته يعني دي حياته كده يعني فالنموذج ده صعب يتكرر لكن على فكره كابتن جوهري الوحيد اللي جالي المانيا كنت بلعب في كازازلاوتن الوحيد اللي راح لي لغايه النادي وزارني هناك وقعد مع المسؤولين وفرجته على الاستاد يعني زي بقول لك راجل كان عايش حياته للكوره دي حقيقه وكابتن جوهري كان مره اول فاكر كابتن علاء بعد ماتش المغرب والمره الوحيده بقى اللي لقيت كابتن جوهري راح واخدني
ودخل بيها الحمام قال لي ايه ده بعد ماتش المغرب طبعا. لما زعقت في الاوضه لان احنا ما كناش عايزين نلعب ساحل العاج. فكمل بقى انت الروايه دي عشان ساحل العاج دي ليها قصه. يعني احنا كسبنا اول ماتش زامبيا وبعدين موزمبيق وبعدين خلاص اتاهلنا من غير ما نلعب مباراه المغرب. بس كنا بنلعب على اساس ان احنا تعادل نطلع اول مجموعه بالظبط. حته اول مجموعه دي برضو يعني ايه شو حلو اول مجموعه. فاتغلبنا المغرب بجون الوحيده اللي جت علينا وجون لو اتكرر 100 مره مش هيجي بالمره دي فاكر. فالمهم رجعنا العربيه سودة وشوش الجهاز وشوش اللعيبه طبعا يعني ايه ده ايه ده في احنا برضو تاهلنا يعني. دخلنا كجهاز قعدنا مع بعض اللي عامل كده واللي عامل كده وكابتن جوهري وشه مقلوب فظيع. خدنا بعضينا هناك صحراء طب خدنا بعضينا قعدنا نتمشى في الصحراء كده. ايوه في الصحراء صحراء صحيح والله. قعدنا اتمشينا في الصحراء وهنعمل ايه وهنرجع وهيقولوا ايه وهنعمل ايه وبتفكري بقى في حاجات يعني مش كويسه. رجعنا الشاليه ده لقينا الكابتن جوهري قاعد في الصاله. انت كنتوا فين؟ يا كابتن في ايه بقى ايه كنتوا ايه بقى كنتوا فين انتوا ايه اتاخرتوا ليه كده ومش عارف ايه وبتاع. في يا كابتن احنا سايبينك يعني لو كل حد اتكلم عليك قال لك في حاجه كان ممكن مثلا هو لقيت وشه مرتاح يعني وبيزعق خالص وش مبتسم وبتاع. القصه كالاتي يعني فعلا اللي قال اللي وراء كل رجل عظيم امراه نموذج ل مدام سلمى مدام ساميه جوهري اللي هي كانت زوجة الكابتن محمود الجار الله يرحمه. كلمته وقالت له انت زعلان ليه؟ انت فرقتك ما تستحملش تلاعب تونس الساعة 3 الظهر لان كنا طلعنا الاول كنا لاعب تونس الساعة 3 الظهر احنا طلعنا الثاني. فبتقول له انت هتلاعب كوت ديفوار ماتش قوي بس هتلعبه بالليل بالليل بالظبط ايوه. وكانت كسبنا كوت ديفوار كسبنا بوركينا فاسو لعبنا النهائي ده. فوريكي الزوجة اللي بتقف جنب جوزها حضرتك بتقول لي ان كانت دايما يعني قبل المباراة خسرته كسبته وهي معاه ما بتفرقوش لحظة على التليفون الوحيد اللي بترد عليه قبل المباراة بيوم بالليل بعد كده التليفون ده بيتقفل تقول له بالتوفيق وما كانش في موبايلات بقى يعني لا كان في موبايلات بس في موبايلات ايه كانت ما احنا رجعنا من بورين الفاس وكان في الموبايلات كانت 98 كانت موجود 98 كانت موجود اول حاجه 96 ما كانش فيه 97 كانت موجود 98 بدات بقى الموبايلات كان التليفون يتقفل خلاص كابتن جوهري بيفصل عن العالم خالص. فالوحيد اللي هي بتكلمه قبل المباراه بيوم وهو يكلمها بعد المباراه على طول بعد المكسب كان بيتفائل بيها يا قصه بقى دي عمل لي مشاكل في البيت بسبب الرومانسيه اللي والله مش معنى انت مش معنى انت ده عندي تقول لي شوف هناك شوف بيفتح لها الباب ازاي وهو نازل شوف تقول لي انا مش كده يا حبيبي ربنا يرحمه ويديها الصحه يا رب.